أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا خانم. دكتور أوكتاي استلم رسالتك، هلأ اتصل فينا ورح يكون هون بعد شوي. تفضلي أخذك عياته وتستني هنيك. تفضلي. شو بتحبي تشربي؟ إذا بدك في شي ساخن. ما بدي أشرب شي، يمكن أحتاج لعملية. فهمت، إذا احتجتي لأي شي أنا هون. لأنك أجهضتي الجنين خلال حملك الأول، رح تتعرضي لخطر كبير إذا أجهضتي الجنين الثاني. بعرف سمر، يمكن ما تحملي مرة تانية، لازم تعرفي هالشي قبل ما تاخدي أي قرار بهالخصوص. إذا بدك فكري مرة تانية، لسه عندك وقت. فكرت منيح وأخذ قراري، ما بدي هاد الولد، ما بدي إياه، ما عم فكر بالولاد. عندي مشاكل مع زوجي وعم نعيش أيام صعبة، لسه بكير على الولاد. هلأ في شغلات كتير تانية أهم بحياتي، وهلأ الطفل مشكلة كبيرة لإلنا ومن جميع النواحي. بهاي الحالة أنا كطبيبك من واجبي خبرك إنك يمكن تندمي كتير لقرارك اللي أخدتيه هلأ بعد ما يكون صار اللي صار. برأيي فكري منيح، عن جد حابة تتحملي هالمجازفة؟ إيه، خلينا نحل المشكلة اليوم. ليش اليوم؟ خليني أخلص من هالموضوع، بدي أرتاح بقى. ما بتخافي بكرة تغيري رأيك يا سمر؟ أنا شايف أنه نفسيتك ما أنا جاهزة لهذا الموضوع بنوم. لا أنا مقررة، ما أكل شي من الليل وأنا جاهزة للعملية. ماشي مثل ما بدك، بس إذا بتريد ما بدي حدا يصير له خبر بالموضوع. ما في داعي تذكريني بهالشي، بعرف. أنا ما بقصدك، عم قلك مشان المساعدين والعمال اللي بالمشفى، ما لازم حدا يعرف، لا زوجي ولا ماما ولا بيسان. لو سمحت هذا الشي مهم كتير لإلي. فهمت، لكن لك فكر، لازم نعمل كم فحص بالأول. ماشي. سميحة خانم، ممكن تيجي شوي؟ انت منيحة؟ ايه. بردانة شي؟ لا. اذا جاهزة خليني روح خبر الدكتور. جاهزة، خليني ساعدك. ما في داعي، المريضة صارت جاهزة دكتور. ماشي جاي. ايه انت جاهزة؟ لسه في معك وقت اذا بدك تتراجعي. لا خلينا نبلش فورا، بدي اخلص وروح. اليوم رح تضلي هون. لازم ضل هون؟ حابة تتابع وضعك منيح. طيب الله يخليك، ما بدي حدا يعرف اني هون. ما رح يعرفوا، لا يكن لك فكر. ما رح تقول لحدا، توعدني سمر. اذا بتريد ابدا الله يخليك. سمر، سمر، خلصت؟ خلصتي؟ كتير بكيتي وقت بلشنا العملية،
وقت اللي خدرناكي قلتي مو حابة تخسري ابنك بنوم. بترشاك ما بدي أعملها، مو حابة أخسر ابني. أنا بدي هالولد. بدي إياه من قلبي. قلتي هالشي أكتر من مرة وأنا بطلت أعملها. كيف؟ لو عملنا هالشي اليوم كنا رح ننفذ قرار أخذناه بسرعة يا سمر. أكيد كنتي رح تندمي كتير ورح يعذبك ضميرك. يعني ما عملتوا العملية؟ ما كان فينا نعملها بدون ما تكوني فعلا بدك تعمليها. شكرا لك. معافي. شكرا لكم. Thank you.